السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلبة S6، في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى غادي نحاولوا نشوفوا واحد نعالجوا واحد القضية، ولا نشوفوا واحد الموقع إلكتروني كيفاش ممكن نلقى مثلا ان اكزومبل دو بي اف او. بزاف ديال الطلبة دابا واحد مثلا تيقول لك شنو هو البي اف، شنو هو العنوان اللي غادي نخدم عليه، شنو هو المهم بزاف الحوايج ما كتلقاو فيها صعوبة بالنسبة للطلبة دابا. دونك نعطيكم واحد الموقع الكتروني اللي ممكن تلقى فيه بزاف ديال لي زيكزامبل دو ميموار دو بي اف او، بروجي دو فان ديتود. تقدروا تاخذوا منهم دي زيكزامبل مثلا وتخدموا عليهم، يعني منها غيعاونوكم تلقاو دي زوفراج بزاف، تلقاو يعني دي زارتيكل سيونتيفيك باش انكم تاخذوا لي زانفورماسيون ديالكم. لانه اول حاجه كنصح بزاف ديال الطلبه باش انه قبل ما يختار يعني لو بروجي اللي غادي يخدم عليه ولا الموضوع اللي غادي يهضر عليه، يحاول ما امكن يقلب واش كاينين لي غوسورس سيونتيفيك، واش كاين منين يجيب المعلومات. يعني راه بزاف كيختاروا مثلا واحد الموضوع، ولكن ملي كيدخل الانترنت كيبدا يقلب ما كيلقاش المعلومات، كيكونوا بزاف محتكرين، ولا ما كيلقاش مثلا البوبليكاسيون بزاف كاينه في داك الدومين. دونك غادي نشرح لكم واحد الموقع الكتروني باش انكم تلقاو دي زيكزامبل دو ميموار. الوغ غادي نمشي طابي مثلا هنايا، نعم نشرح لكم من ديبار طابي هاد سميتو اونيسترا، طابي اونيسترا بوان اف ار، اونيسترا بوان اف ار لابريفياسيون دو اونيفرسيتي دو ستراسبورغ. دونك غادي ندخل غاتطلع عندي هاد الواجهة هادي، غنجي ندير اكسي ديريكت. دونك دي اكسي ديريكت بيبليوتيك هكايا، من بعد غادي نمشي نكليك على باز اون لين. باز اون لين ونطابي هنايا هاد لابريفياسيون دوما هاكا على هاكا، ندير نطابي غوشيرش غتطلعني هايا دوما سي لابريفياسيون دو ديبو اونيفرسيتير دو ميموار ابري سوتنونس. دونك كليك وحده فيهم عندنا شي مشكل، غادير من بعد غنجي ندير اكسي على غوسورس. كليك اكسي على غوسورس تعطيني هاد الواجهة، غنجي ندير هنايا كونسولتي باغ دومين سيونتيفيك. كليكي هنايا، هنا غيعطيني بزاف ديال لي كاتيغوري. دونك هنا عندي سيونس دو فيفون، سيونس دو لوم اي سوسيتي، سيونس دو لانجينيور، انفورماتيك، لانفيرونمون، ستاتيستيك، فيزيك، ماتيماتيك، شيمي، اتسيتيرا، بزاف د الحوايج. دونك هنا مثلا سيونس دو فيفون، سيونس دو فيفون هنا عندنا 24446 ميموار منشورة هنايا، يعني بلان ديال لي ميموار، ساهل انك باش تلقى مثلا الميموار مثلا علاش تخدم ولا شي حاجه بحال هكا. اكزومبل ناخذ مثلا هاد الكاتيجوري هادي، دونك شويه الموقع يكون ثقيل. فوالا عرفتيني هنايا مثلا هاد الواجهه، فوالا هو هنايا امثله ديال لي ميموار. بحال هنايا مثلا ايفالواسيون ملتي سنتريك دو لونزيم دو كونفيرسيون دو لونجيوتونسين دون لو ليكيد سيفالوراشيديان بور لو دياغنوستيك دو نورو ساركويدوز. دونك هذا بالنسبه مثلا الناس اللي عندهم لا فيزيولوجي انيمال، بحال باغ اكزومبل بحال هكايا. هنا ايفالياسيون دو لانفورماسيون سور لالو ايميزاسيون اونتي دي اي سا بروفيلاكسي باغ اكزومبل. كيكون عندك واحد ميزه هنا في هذا لو سيت هذا باش مزيان، كدير هنا تخي باغ اكزومبل باغ دات دو بوبليكاسيون دي كروسون، غنكليكي هنايا شوف واش غيعطيني. غادي يعطيني دي ميموار اللي انهم تنشروا جداد، مثلا هنا في 2022 عطاني هنا اكسبوزيسيون او بيرتورباتور اندوكرينيان اي بريفونسيون او ميديسين جينيرال. دونك هذا عنوان نقدر نخدم عليه انا، نقلب ونشوف لقيت شي حاجه مثلا دي زوفراج دي زارتيكل اللي انه موجودين في هاد الدومين هذا، مثلا اكسبوزيسيون بيرتورباتور، نقدر نختار هاد الميموار هذا ونختار هاد العنوان ونخدم عليه نيت انايا، ما عنديش لا مشكل.
مثلا بزاف 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 غادي تنزلها تلقى بزاف ديال الايه. مثلا كوفيد 19 اي غروسيس، يعني هذا سيت ان ميموار في 2022 ايتا دو كونيسونس. دونك هذا واحد، هذا غادي يكون بروجي واعر لانه شي حاجه جديده تهضر على كوفيد. بزاف د الحوايج غتلقاو بزاف ديال لي زوفراج، بزاف ديال لي زانفورماسيون سونتيفيك في هذا الدومين ديال كوفيد. مثلا الناس اللي عندهم لا يخدموا على شي حاجه ديال الايمونولوجي. بون بزاف ما عندكش مشكل. ها انت بيرفورمانس دي تيست اليزا انتي بي بي 180 اي انتي، المهم معليناش العناوين بزاف كاينين هنايا، عندك تختار اللي بغيتي. دونك هنا غادي نجي مثلا انايا غادي نكليكي على مثلا اكسبوزيسيون او بيرتورباتور باغ اكزومبل، غير عطيني هنا واحد واحد الريزومي على هاد سميتو على هاد على هاد الميموار. غادي غنجي هنايا غادي نكليكي كونسولتي فو بور دوموندي لاكسي او فيشي جو بونس. هنايا واش كاين تيعطيك هنا كونسولتي، كاينين دي ميموار تيقول كونسولتي باش انك تاخد سميتو. كاين يعني كاين بزاف ديال الميموار، غنعطيكم واحد اخر مثال ديالو لانكم داك الحق انك تدخل ليه، تدخل ليه سو فورم فيشي بي دي اف مثلا. غادي ناخدو عاود الرجاع جو بونس نشوفو هذا مثلا. هذا فوالا هذا غنلقى الفيشي بي دي اف، ها هو كاين هذا عادي ندخل ليه اكسي عندكش مشكل. دونك حنا في هذه اللحظه هذه يعني حنا بغينا نحاولوا نختاروا العنوان، يعني غادي تدخل تلقى العناوين بزاف. فوالا غادي نلقى الفيشي بي دي اف وهذا ديال الميموار، ها هو هيا هنايا فاكولتي دو ميديسين يونيفرسيتي معليناش. دونك بزاف ديال سميتو تلقى هنا الميموار، ها هو ايفاليياسيون ملتي سنتريك دو لونزيم دو كونفيرسيون دو لونجوتونسين دون لو ليكيد سيفالو راشيديان. دونك هذا اكزامبل. غادي تجي تدخل هنايا غتلقى بزاف ديال لي زانفورم، هيا مثلا الطابل دو ماتيير كيفاش مصاوب، غتلقى لي زانفورماسيون لي بغيتي تخدم على هاد سميتو. دونك هذا غيسهل عليك بزاف ديال الامور انك تختار الموضوع اللي بغيتي تدوي عليه، ما كاينش المشكل. الوغ هنا راه كتجي باغ اكزومبل كيما قلت لكم قبيله، راه كتجي كطابي هنا اللي بغيتي. مثلا نقدر ندير نشوفو ايكولوجي باغ اكزومبل، شي حاجه ديال الايكولوجي نشوف واش غنلقاو شي حاجه. فوالا شي حاجه عندها علاقه بالايكولوجي، ايفاليسيون دي براتيك بروفيسيونيل دي ساج فام. المهم اي حاجه بغيتيها غادي تقدر تلقاها في هذا لو سيت هذا. اي بون شونس بور تو لو موند، على بروشين فيديو ان شاء الله تعالى. وغادي نحاول نحط لكم الطريقه كيفاش نبداو لو بي اف او يعني من لا باج دو غارد، وشي نصائح المهمين تبداو بهم من الديبار باش تمشيو في البي اف او ديالكم ان شاء الله مزيان. وبون شونس للجميع ان شاء الله تعالى، اي ا بيانتو.